نقلت السلطات المصرية عشرات المعدنين السودانيين إلى أسوان والقاهرة تمهيدا لمحاكمتهم بعد أن اقتادتهم من داخل الأراضي السودانية. وذكر موقع سودان تريبيون أن القوات المصرية اخترقت الأراضي السودانية بنحو 4 كيلومترات واعتقلت 70 منهم. ونقل الموقع عن معدن فر من قبضة السلطات المصرية يدعى بدر الدين بدوي عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية قوله: إن القوات المصرية هاجمت المعدنين داخل حدود السودان وأحرقت 14 مخيما واستولت على جميع معداتهم. وناشد بدوي السلطات السودانية بسرعة التحرك باعتبار أن المعدنين تم اختطافهم من داخل الأراضي السودانية. استنكر رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالمجلس الوطني محمد أحمد الشايب توقف العمل في المطار الجديد، وكشف الشايب عن زيارة تعتزم لجنته تنفيذها للمطار بعد غد الثلاثاء لتقصي الحقائق ومعرفة أسباب توقف العمل وعدم اكتمال تنفيذ المشروع في الوقت المحدد. وقال الشايب في تصريحات صحفية إن كثيرا من المواد الإنشاء موجودة بالسودان، وبالتالي ليس هناك مبررا لتوقف العمل، خاصة أن إنشاء المطار الجديد كان من المفترض أن ينتهي في ديسمبر 2020. طرح حزب المؤتمر الشعبي مبادرته الرامية لوقف الحرب وتحقيق السلام إلى الحزب الشيوعي السوداني، وذلك تمهيدا لعرضها على حكومة الوفاق الوطني والحركات المسلحة. وأشار بيان صادر عن الحزبين اطلع عليه محرر أخبار البلد إلى أن الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج التقى اليوم بالسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب وأطلعه على المبادرة. ولفت البيان إلى أن الحزبين تواثقا على أن إرساء السلام واستدامته رهين بعلاج أسباب الحرب جذريا، كما اتفقا على أن توفر الحريات يعتبر شرطا أساسيا ومدخلا مهما لحل قضايا الوطن. وقعت قناة سودانية 24 اتفاق شراكة ثنائية مع التلفزيون الألماني، وذلك ضمن خطة القناة التطويرية في عامها الثاني. وشهد مراسم التوقيع وزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف ووكيل الوزارة السفير ياسر خضر ونائب السفير الألماني بالخرطوم. ووقع عن قناة سودانية 24 مدير البرامج منتصر أحمد النور، بينما ناب أنيس عيادي عن التلفزيون الألماني. وبشر المدير العام لقناة سودانية 24 الطاهر حسن التوم بأن ثمرات الاتفاق لن تكون حصرا على منسوبي القناة وحدهم، منوها إلى أن التدريب سيشمل خريجي الإعلام بالسودان تحت إشراف خبراء من التلفزيون الألماني. وأكد أن برنامج الشراكة تتخلله دورة تدريبية في صحافة الموبايل بنهاية العام الجاري، ونوه إلى أن الاتفاق سيشمل تأهيل الكوادر الفنية بالقناة وتدريبهم في التلفزيون الألماني. بهذا الخبر انتهت أخبار البلد، أعود إليك تيجان خضر لتكملة ما تبقى من حال البلد.